اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج فلاش باك. نجم حلقه النهارده ممثل قدير جدا رحل عننا سنه 2018، الراحل الكبير جميل راتب. وانت عمرك 15 سنه اديتك مليون جنيه، طفل يصرف مليون جنيه على البنات؟ ثروه ابوك ضيعتها في العربده، عملت نفسك شهريار. كلنا بنحب الستات، الملوك والأمراء ما عملوش اللي انت عملته، حتى الشركة اللي عملتها لك خربتها. مبروك عليك السجن، أنا سعيد جدا. جميل راتب الحقيقة أنا بسميه الجنتلمان، جنتلمان مش بس عشان أدى أدوار سفير مفيدة بلغار في مسلسل الشهير الراية البيضاء، وشفنا قد إيه هذه الشخصية تمثل أرقى ما في المجتمع وأرقى ما في مصر يعني، ولكن لأنه فعلا هو كان جنتلمان. يعني جميل راتب بتاريخه وبتفاصيل حياته وبشخصيته وبطريقة معاملته مع الناس، هو فعلا كان جنتلمان. جميل راتب زي ما هو معروف طبعا هو من أسرة أرستقراطية، أرسل إلى باريس عشان يدرس القانون، ولكنه قرر أنه يتجه إلى الفن وإلى عالم المسرح. مش عارف ايه حكاية اتجاه السفر القانون ثم تغيير المسار حصل ده مع شخصيات كتيرة منهم توفيق الحكيم مثلا يعني. لكن في كل الأحوال جميل راتب يمكن ما عملش أدوار كبيرة في السينما العالمية في بداية حياته، أنا بتكلم على فترة الشباب يعني فترة الخمسينات مثلا أو غيره أو ما قبل ذلك. يعني عمل أدوار صغيرة، يعني عمل فيلم اسمه ترابيز مثلا مع جينا لولو بريجيدا، هتشوفوه دور صغير لاعب سيرك في هذا الفيلم. نشوفه مثلا في دور آخر في فيلم شهير جدا هو لورنس العرب، ناس كتير ما خدتش بالها ان جميل راتب في الفيلم. جميل راتب كان عامل شخصية عربية أيضا مع عمر الشريف. I have been to that electrical house, Sorens. There are three large machines. He means generator. So, one of them is burnt. They are of an incredible size, but helpless. لكن إنجازه يمكن الأساسي في البداية كان إنجازه المهم في مجال المسرح. قدم الحقيقة مسرحيات كثيرة في على المسرح الفرنسي، وبعد كده انتقل للسينما وقدم بعض الأدوار في أفلام فرنسية في الستينيات، ثم عاد إلى مصر في السبعينيات. عاد ليقدم مجموعة من الأدوار الحقيقة المميزة جدا، وكأن الأدوار اللي لعبها جميل راتب في فترة السبعينيات كانت تبحث عن هذه الموهبة. يمكن أتذكر الحقيقة حوار لصلاح أبو سيف كان بيتكلم أنه جميل راتب كان مرشحا أو كان مرشحه الأول لأداء دور اللي عمل يوسف شعبان في حمام الملاطيل، لكن مع الوقت بدأ المخرجين يلتفتوا إلى هذه الموهبة المصرية العائدة من فرنسا بعد سنوات طويلة جدا، وقدم الحقيقة في السبعينيات وفي الثمانينات ثم بعد ذلك حتى وفاته 2018 مجموعة الحقيقة من الأدوار المميزة سواء في الدراما التلفزيونية أو في السينما. في السينما مثلا نذكر أدواره المهمة في الصعود إلى الهوية، ضابط المخابرات الإسرائيلي اللي بيحاول أن يعني يجند، مش بيحاول بينجح فعلا في تجنيد الشخصية اللي لعبتها مديحة كامل. شفنا أداء جميل راتب شكله إيه في هذه الشخصية. اللي عرفه من هي قاعدة في أبو سلطان. أنت؟ أنا لما بلغتينا انه البوي فريند بتاعك بيشتغل هناك، تفتكري مهندس مطارات وصواريخ بيعمل ايه في ابو سلطان غير انه بيبني قاعده؟ مش بقولك ان اي خبر مهما كان بسيط ممكن نعرف منه حاجات كتير. لا مش حكايته كانت صحفيه، بتبقى انت. احنا اولاد عم.
بنشوفه بعد كده مثلا مع فاتن حمامة، وفاتن حمامة كان يعرفها طبعا من قبل، لكنها الحقيقة قدم معها مجموعة من الأدوار المميزة جدا، منها مثلا في دوره في العزاء للسيدات، شخصية رئيس تحرير ترتبط به البطلة الفيلم، لكنه الحقيقة بمنتهى الندالة يتخلى عنها. يعني هذا دور غريب في فيلم اسمه حكاية وراء كل باب، قدم جزء من هذا الفيلم. فيلم كان مجموعة قصص، كان فيه قصة بطلها جميل راتب، وجميل راتب كان شخصية غامضة من الماضي بتزور فاتن وزوجها، وبنعرف من خلال التفاصيل كيفية يعني العلاقة، كيف كانت العلاقة بين فاتن وبين هذه الشخصية الغامضة القديمة من الماضي. أدوار كتير الحقيقة مميزة جدا لجميل راتب. في الدراما التلفزيونية تقدم قدمه الأستاذ محمد فاضل مثلا في وقال البحر، حاول يقدمه أيضا في مسلسل مشهور جدا إبراهيم الطاير. إبراهيم الطاير كان في زعيم عصابة بيطرد، هو جميل راتب. جميل راتب هو الجانب الآخر من المطاردة. كمان في فترة بقى الثمانينات عمل حاول يغير، حاول يجدد شوية في الأدوار، مش بالضرورة تبقى الأدوار اللي هي يعني متوقعة من جميل راتب أو المكررة. مش عايز أنسى الحقيقة في السبعينيات دور مهم جدا في شفيقة ومتولي، كان الباشا، يعني الباشا الحقيقة في يعني شخصية كريهة جدا، سواء في ميولها أو في استغلالها لشفيقة إلى آخره. دور الباشا ده كان من الأدوار المميزة جدا لجميل راتب. هو حاول يخرج بقى من هذا الدور، في عمل دور البعض مثلا في الكيف، ودي شخصية غريبة جدا، الراجل اللي هو يعني تاجر مخدرات. كنت فاكرني مغفل وبشتري كيلو الحنة بألف جنيه. العفو بعض بيه، وكل من ركب الحصان خيال؟ لا طبعا، ولا كل من مسك الحنة طباخ. انا بدفع تمن الطبخة الحلوة المسبكة اللي بنخم بيها الأرياف ونبيعها شعبي وماشية علشان رخيصة، واللي بيشربوها بيستفيدوا ايه؟ دي ما فيهاش اي صوت. اللي بيشربوها الدنيا سطلهم قبل ما يقعدوا يتسطلوا. حاول جميل راتب بقدر الإمكان إنه يخرج من أسر الشخصية النمطية، ومش عايز أنسى الحقيقة إنه وجوده في فرنسا وابتعاده شوية عن اللغة العربية كان بيعمل له مشكلة شوية في اللغة العربية، إنه عايز يعني يحاول إنه يعمل دور ابن بلد أو رجل شعبي أو شخصية بعيدة تماما عن الشخصية الأخرى. لكن الحقيقة جميل راتب كان بيتألق عندما يؤدي أدوارا قريبة من شخصيته، طبعا أشهرها مفيدة بلغار. مفيدة بلغار، السفير مفيدة بلغار هو تقريبا جميل راتب، إلى درجة أن جميل راتب قال أنه أسهل دور عمله في حياته هو دور مفيدة بلغار السفير ده، لأنه فيه كل ما يحبه جميل راتب وكل ما يتحمس له جميل راتب في الحياة. يعني هذه الشخصية مش بعيدة عن الشخصية الأصلية لجميل راتب، في حبها للجمال، في تقديرها للثقافة، في دفاعها عن كل ما هو خير وحق وجمال. جميل راتب مش عايزين ننسى كمان أنه من الممثلين المصريين اللي عملوا أدوار في أفلام غير عربية، غير طبعا الأفلام الفرنسية. كان في فيلم تونسي مثلا أشهرها، يعني فيلم تونسي فرنسي مشترك لمخرج مهم في تونس هو فريد بوغدير، فيلم اسمه صيف حلق الوادي مثلا، كان عامل شخصية رجل، شخصية متناقضة جدا متزمتة ولكنها بتحب النساء. يا تايتا تو خلي لك العشاء. ماشي سي الحاج، اتفرغ لك شوية. لا شبعت الحمد لله، ما نحبش تبلبيز اليهود. ماذا بيا نغسل يديا وين لافابو؟ ما تحركتش من بقعتها زي الحاج. قداش باش نتفكر؟ قد ما عندي برطمانات من خير ربي تحبني نثبت على التواليت في كل نقبة. يعني هذه التركيبة اللي كان بيوجدها جميل راتب والقادمة من دراسته للمسرح ومن حبه للمسرح وقدرته على أن يجسد هذه الأدوار، هي تثبت موهبة جميل راتب وتثبت أنه ممثل يمكن أن يؤدي في أشكال مختلفة من الأدوار وحتى في دول مختلفة. جميل راتب المولود سنة 26 والمتوفي سنة 2018 اسم مهم وكبير، ترك بصمة وعلامة سواء في الدراما التلفزيونية أو السينمائية
او المسرحيه. واتصور الحقيقه انه نوعيه الادوار اللي كان بيقدمها يعني تيمور وشفيقه مثلا من ادواره الاخيره عمل رئيس الوزراء بشكل مقنع جدا. هذه الادوار ارتبطت باداء جميل راتب وتؤكد مره اخرى اننا فقدنا ممثلا كبيرا كان عظيما سواء كانسان او كفنان. ربنا يرحم جميل راتب.